متفاخر بينكم متكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا أقل له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.